هو درس هو المغرب انه اوروبا ملي تتبغي تقشف هي براسها تتقشف، هما تيتقشفوا وتبناو سياسه تقشف بالعادل الميادين. كاين وزاره في الدول الاسكندنافيه تيمشيو بالبشكليت، تيمشيو بالبشكليت، وحنا تيدخل الوزير بسياره عاديه وتتولي تيمشي بالليموزين. ف يعني من اين لك يا دولة أن تفسد أخلاق المغاربة بإغداق النموذج الاستهلاكي، وأنت الوزير اللي كتعيش بنموذج استهلاكي عالي باغي تطبق سياسة اجتماعية؟ هذه السكيزوفرينية خصنا ننهيوها، هاد ازدواجية الشخصية. الوزير تتعيش في واحد النمط عالي جدا مقارنة مع الوضع الاجتماعي، وتتقول له راه الوضع الاجتماعي خايب خصك تصلحه. كيف يمكن أن نقوم بهذا العمل بهذا الشكل هذا؟ ولهذا أوروبا تبنتها ماشي كسياسة مقتنعة بها، كسياسة لإدخال صعوبة الدولة ديال روسيا باغية، ولكن اكتشفت بأنه حتى ذاك 15% ما غاديش يتحل المشكل ديال بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا. فهنا ماشيين مباشرة لصراعات بينهم، لانه كاين دول اللي غادي ما غادي يمكنلاش تقطع. ثم هذا اسلوب نفاقي، في النفاق، لانه داك البترول تيشرب من الهند، الهند تتشري البترول رخيص من روسيا وتتعاود تبيعو غالي لاوروبا. فهاد الاساليب في الحقيقه اللي كتبين على انه السياسات حتى الدول اللي كنا تنعتبروها عقلانيه بحال أوروبا تتبين على أنها صبيانية، وأن الانفعالات ديالها وأنها هي نفسها تحت هيمنة السياسة الأمريكية. هذا كله إرضاء لأمريكا. أوروبا ما مقتنعاش بالسياسة اللي تتبناها، ولكن كدول تتحميها أمريكا بين قوسين، وعندها جيوش ديال امريكا في الدول الاوروبيه، فهي خاضعه للسياسه الامريكيه، وهذا على حساب الشعوب الاوروبيه، على حساب الطاقه الاستهلاكيه ديالهم، الطاقه الانفاقيه. فها هما غادي يؤديوا الثمن غالي. علاش؟ لانه حتى الدول الصناعيه ملي كتفقد السياده ديالها وكتبع قوة اكبر منها، حتى هي يقع يعني إدلالها. وهذا اللي وقع، وحنا خصنا ناخذ كذلك درس انه الا بغينا ناخذ السياده ديالنا بطبيعه الحال بالدبلوماسيه ماشي بالعنف، ولكن بالدبلوماسيه القويه، لابد ان تكون يعني هذه السياده مبنيه على التوقعات، على 15 عام وعلى الاحتمالات وعلى الاخطار وعلى الامن الاجتماعي اساسا. طبعا مباشره هو في مصلحه السيادة المغربية والاقتصاد المغربي بشكل عام، ولكن المسألة ماشي هو هذا التدبير، المسألة هل خطط لإدماج هذيك الفئات؟ جزء منها وقع إدماجه، سمعت بأنه خلقوا سوق في الفنيدق وفي هذا لك العيالات المساكن اللي تيعيلوا العائلات ديالهم، ولهذا لا يعقل من الناحية المبدئية أنه دولة كتحتل سبتة ومليلية في قلب البلاد وحنا كنمولوا ذاك الاحتلال. فهذيك التجارة هي تمويل الاحتلال، لأنه شوف حتى الماء تيجيهم من المغرب، تتعرف بأنه الماء اللي تستعملوا
سبتو مليلية تيجيو من المغرب، يعني إلا بغينا نقطعو عليهم الماء يمكننا نقطعو عليهم، ولكن المغرب تعامل بطريقة دبلوماسية تدريجية، قال نعطيو الأولوية للصحراء وملي نحلو مشكل الصحراء ننتقلوا لهاد. من الناحية المنطقية كاين فئات مضرة بطبيعة الحال، هذيك الفئات الحقيقة خصها دعم، دعم تشغيلي، دعم تكويني، دعم إدماجي، دعم تجاري إلى آخره. والمغرب ملي استوعب النهار اللي وقعت أزمة مالية في 2008 شحال الناس فقدوا الخدمة ديالهم في إسبانيا، 80,000 تمو داخلين المغرب واستوعبهم الاقتصاد المغربي. ملي الجزائر طردت 35,000 ديال المغاربة، 35,000 استوعبهم الاقتصاد المغربي بطريقة تضامنية وبطريقة ديال توجيهات الملكية ولا هذا. فالمغرب ماشي دولة سهلة، ماشي دولة صغيرة، المغاربة عندهم طاقة إبداعية، عندهم طاقة تضامنية، عندهم طاقة التكيف. عاد تتقول لي الزوجة ديالي كاين مغاربة اللي مستوطنين في الألاسكا، مغاربة تعيشوا في إفريقيا في آسيا في الماء، وأنا في واحد الفترة كنت نسافر بزاف وفين ما تنمشي شي بلاد تلفة تنصيب مغاربة عايشين ومندمجين ومتأقلمين ومنتجين وأحيانا مبدعين. فهاد الطاقة يمكن عاد بدات الحكومات تتفطن أنه المغربي كنز، الإنسان المغربي كنز، ولكن شكون اللي ما عارفش هذا الكنز حقيقة أو تيستغلو هي أحيانا بعض المسؤولين السياسيين وبعض الأحزاب السياسية وبعض التيارات وبعدها. فهاد إعادة القيمة للإنسان المغربي هذا شيء أهم من الجوانب الاقتصادية، وإن كان الجوانب الاقتصادية متعلقة بالإنسان وبالتكوين البشري للإنسان. فإعادة قيمة الإنسان المغربي هذه مسألة أساسية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.